يسر شباب البراشية ميلانو أن يتقدم بالشكر إلى قداسة البابا المعظم الأنبا توادروس الثاني، ونيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس النائب الباباوي لأوروبا وأسقف ميلانو وتابع، ونيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا، وكل الأساقفة الحاضرين، وذلك لإعدادهم هذا المؤتمر وإعطائنا فرصة نوال بركة الاشتراك بالمؤتمر وأيضا بركة هذا العمل. على طول ساب كل حاجة وراح معاه، ورغم كده ورغم إيمانه الشديد ورغم إن هو صخرة الإيمان في الكنيسة برضو جات له وقت ضعف وقع. لما إيه؟ لما ضعف إيمانه، لما شك، لما راح وأنكر المسيح، وحتى لما شاف المسيح نفسه وهو مشي على الميه، يعني ربنا وقف جنبه وخلاه يمشي على الميه، خلاه يخش العمق، ساب الشط ودخل الى العمق زي ما ربنا عايزنا. طب وندخل العمق ازاي؟ نخش العمق ازاي؟ نخش العمق بالايمان، بالصلاه، بكلام الرب في الانجيل نقراه كتير، ونتناول من اسرار الكنيسه باستمرار. هما دول الأسلحة اللي الواحد يخش بيهم العمق وما يتنوش بره على الشط، ده اللي يخلينا نمشي على المية وما نخافش. مالك يا مينا؟ في ايه؟ مال وشك اتغير؟ احكي لك، فكرتيني، دي حاجة حصلت لي انا كمان. من كام شهر كنت لسه مخلص الامتحانات وابونا مرقص اتصل بيا. لا بس يعني انا يا ابونا بجد مش هقدر، ده انا لسه مخلص يعني الامتحانات، فيعني ده ابونا معلش مش هقدر بجد. لا ابونا بس سامحني، مش قد المسؤولية دي يا ابونا، في خدام احسن مني بكتير يعني. ماشي انا عارف انه ده يعني ربنا هو الصوت ربنا والمفروض اسمعه، بس يعني لا معلش يا ابونا انا مش هقدر، مش قد معلش. انا مع السلامة. سلام. مينا، ها الاخبار؟ ابونا قال لك ايه؟ ما تصدقوش، ابونا مرقص كان عايز مني ان اروح خدمه
في بوركينا فاسو. بوركينا فاسو؟ اه يا بنتي دي بلد كبيرة جدا. لا بس انا قلت له مش هقدر، هو عايزني اروح هناك خدمة. انا لا 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 انا رفضت على طول. انت مش عارف البركة اللي انت ضيعتها، انت كده عملت زي نان بالظبط. Which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word. And then that word grew louder and louder, till it was a battle cry. I'll come back when everything's changing, doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. وتخيلي قلت له مش هقدر. وبعدين ايه اللي حصل؟ واخترت اروح اتفسح مع صاحبي كان اسمه بيبو. بيبو كان اسمه بيبو. بيبو يا عم علي بدل البتاع ده اللي بيزمر. ايوه كده في العربية ورايحين احنا البحر مع بعض. كنا بنهزر ونضحك، فجأة بيبو بيبو مات. بيبو مات. الأول وانا اللي كنت سايق
صفحة بيضة جديدة فاضية ولسه ما تحطش قلم، عايز ارسم حاجة تانية وانسى كل اللي اترسم. صفحة من اولها تبقى مرسوم سطورها بمسطرة، وكل فكرة تكون جديدة فيها مش متكررة. صفحة بيضاء ولسه أول سطر فاضي، لسه ميت موضوع قصادي، نفسي قبل أي حاجة تبقى عني يا رب راضي. صفحة بيضاء ناوي أغير فيها خطي، ناوي أجدد روح إرادتي، نفسي بس تكون تقضي مهما اكتب فيها عادي. صفحة بيضاء ولسه اول سطر فاضي، لسه ميت موضوع قصادي، نفسي قبل اي حاجة تبقى عني يا رب راضي. صفحة بيضاء ناوي اغير فيها خطي، ناوي اجدد روح ارادتي، نفسي بس تكون تقضي مهما اكتب فيها عادي. يلا نقعد هنا وخلاص. يلا يلا خش شوي هناك يا دبي. لا مجدي عملت ايه امبارح في الماتش؟ ايه دخلت جونين بس خدته اربعة. بص يا مجدي، ايه ابو واحد صار بيعمل حادثه. ايه ده ومات؟ ايه ده انا عارفه دوت. انت لسه برضو من يومين واحد قريب يعمل برضو حادثه. ده اللي عم اقول لك، ما تزعلش. ما زعلش ازاي؟ هي حاجه سهله كده فعلا. بس العربيه ده موجود يا مجدي، هو فين؟ عندك حق. لو انت قريت الجورنال كل يوم هتلاقي ان في ناس بتموت، ناس بتموت زي لازم كل ما. بس يا جماعه انتوا مش فاهمين، هو ربنا موجود بس. يا عم ما تقعدش تتكلم عن ربنا بقى، هو مش بيحبنا. بص يا مجدي، هي حاجه من الاثنين، او ربنا مش موجود او ربنا ساكت. اه هو عنده حق. بص يا جماعه، هو ربنا موجود ما بيحبناش. بس ربنا موجود بيحبنا، او ربنا مش موجود. بس التليفون. معلش يا جماعه اتفضل من خدمه. يا لورا يا جماعه، ما تشوفوا لنا حاجه نعملها بدل ما قاعدين هنا مش بنعمل حاجه. طب عايزين تعملوا ايه؟ ما تيجوا عندي في البيت. عندك حق؟ لا البيت فاضي. طب عندك حاجه نشربها؟ من كل اشكال وانواع. قشطه. اجتماع. ايوه ايوه فاكر. خلاص قابلك في الكنيسه. خلاص نتقابل قدام الكنيسه. اوكي ماشي. اوكي مع السلامه. سلام سلام. ايه معلش يا جماعه، انا ورايا مشوار. ف يا عم لسه، ده احنا كنا هنظبط حته قعدتي في البيت ما حصلتش. ما تخليك معانا، انت رايح فين؟ ايه ورايا مشوار، كنت نسيب بجد. ف شكلك رايح الكنيسه. كنيسه مين يا عم؟ رايح. خلاص خلاص رايح. مش مهم. اسلم عليكم. سلام. هتجي لنا بعدين؟ ها؟ اه اشوفكم بعدين. يلا مع السلامه. انا اسف، انا اسف يا ربي. انا عارف ان ما عرفتش ادافع عنك النهارده مع اصحابي، بس يا رب فعلا هم عندهم حق. ازاي انت موجود وبتسمح بالديات دي؟ ازاي تسمح بالحروب والمجاعات دي؟ انا مش فاهم، انا تعبان يا رب. انا بحبك وعارف انك موجود، لكن مش عارف ارد عليهم. اه يا ربي انا متعذب. من وانا صغير عارف انك حنين. طب ليه؟ طب ليه؟
مجدي مجدي عامل ايه؟ تاني عاش من شافك بنفرح لما بنشوفك وحشتني. اكيد سوري كنت بتقول ايه؟ مالك في حاجة؟ بصراحة مخنوق شوية وفي موضوع عايز اكلمك فيه ممكن؟ ما فيش مال ما تخافش يعني احنا عندنا 10 دقايق قبل ما يبتدي الاجتماع اتفضل. ماشي النهاردة الصبح كنت مع اصحابي فهم مش مؤمنوا يعني قعدوا يقنعوني ان لو ربنا فعلا موجود المفروض ما نسمحش بكل الحاجات الوحشة اللي بتحصل لأولاده دي زلازل امراض ناس عمالة تموت فانا نفسي اعرفه احسن انا عارف ان هو موجود بس نفسي اعرفه احسن عشان اعرف اتكلم عنه مع اصحابي. بص يا مجدي عايزك تفهم حاجة احنا ممكن نقعد مع ربنا كتير في الالحان في قراءة الكتاب المقدس في الصلاة ترانيم بس احنا كده بنقرب لربنا عمرنا ما هنفهمه كله عشان ليه يعني عشان ربنا غير محدود احنا مخنا محدود معايا يعني محدود. بص مخنا محدود ما تقدرش تدخل فيه حاجة او شيء غير محدود يعني انت كده فكرتني بقديس زمان قديس اغسطينوس طبعا عارفه كان عايز زيك كده يفهم ربنا بالعقل بالفلسفة فربنا حب يديله درس في رؤية كده فهمه ان هو عامل زي طفل ده عشط بالجردل بتاعه بياخد شوية مية من البحر وعايز يروح يحطها في حفرة وبياخد تاني مية ويحطها في الحفرة عشان يحط كل البحر ده في الحفرة الصغيرة اللي هو عملها بس دي حاجة مستحيلة يعني احنا عمرنا ما هنعرف ربنا. بص انا مش عايزك تفكر او تفهم ان ربنا يعني شخصية كده زي وزيك نعرفه زي ما انا عارفك او زي ما انت عارفني كده بس احنا ممكن نقرب له نحس بيه نحس بوجوده في حياتنا. ماشي ما انا عارف ان هو موجود بس ازاي افهم اصحابي؟ هم اصحابك فاهمين ان ربنا مش بيحبنا او مش بيهتم بينا عشان الشر موجود في العالم. بقول لك هم مش بيؤمنوا اصلا. مش بيؤمنوا. طب انت رايك كيف الموضوع ده؟ ما انا قلت لك ما عرفتش ارد عليهم. عمرك ما فكرت يا مجدي ان احنا عايشين على الارض وما نقدرش نعيش على اي كوكب تاني عشان على الارض موجود الاكسجين اللي احنا بنستعمله عشان نتنفس صح؟ طبعا. ماشي بس فكر لو الارض دي اتحركت سنتي حتى سنتي واحد قريبه للشمس هتتحرق ولو هتبعد حتى برضو سنتي واحد من الشمس هنموت من التلج. ماشي ناخد مثل تاني جسمك ده جسم الانسان انت عندك قلب ورئتين بيشتغلوا مع بعض عشان يخلوا الدم والاكسجين يمشي في جسمك كله كل الحاجات دي انت تفتكر ان هي صدفة ولا برضو يعني كده مفروض نفكر ان في اله مدبر كل حاجة وخلق كل حاجة بنظام؟ لا اكيد هو ربنا اللي خلق كل حاجة بس انا عايز افهم ليه ربنا بيسمح بالزلازل بالامراض بالناس اللي بتموت بالحروب؟ اوكي بص انا عايزك تفكر وما تنساش ان ربنا خلقنا في اجمل مكان واحسن مكان ماشي ودبر لنا كل حاجه قبل ما يخلقنا بس احنا اللي اخترنا ان احنا نمشي في طريق تاني ماشي بس برضو يعني ناخد كل الحاجات اللي انت قلتها ونمشي خطوه خطوه. اول حاجه انت قلت الزلازل صح؟ الزلازل موجوده فعلا بس هي دي الطبيعه هنعمل ايه الارض كده بس ربنا برضو ادانا عقل ممكن بيه نبني مباني ما تتاثرش بالزلازل زي ما عملوا مثلا في اليابان وفي بلاد تانية مش بتعمل الحاجات دي يعني اليابان عملها في بلاد تانية مش بتعملها فهم اللي بيسببوا موت الناس. ناخد مثل تاني الامراض اللي بتسبب موت الناس صح زي ما انت قلت لي اوكي الامراض زي الزلازل يعني في بكتيريا وفي فيروسات موجودة بتسبب امراض ماشي بس برضو ربنا ادانا عقل عشان نعمل ادوية عشان نتصرف عشان نخف من الحاجات دي واسف يعني في امراض كده زي مثلا الايدز دي بسبب ربنا ولا سبب تصرفات الانسان الغلط الناس بين بعضيها؟ طبعا تصرفات الناس. فكرتني بفيديو شفته على اليوتيوب بيحكي عن مدرس عايز يقنع الطلبه بتوعه ان ربنا شرير عشان خلق الشر ففي طالب رد عليه وقال له في الفيزياء مفيش حاجه اسمها برد البرد قله حراره ونفس الحكايه للضلمه مفيش حاجه اسمها ضلمه الضلمه قله نور وبرضه نفس الحكاية للشر الشر في العالم قلة خير فمش هو ربنا اللي خلقه. شفت نفس الفيديو ده بيقولوا يعني ان الطالب ده اللي رد على المدرس كان اينشتاين العالم الكبير الالماني اينشتاين بس انا بصراحة لا بس انا برضه مش فاهم حاجة
ليه في ناس عايشة في الأمور الصعبة دي؟ هما سنباقي عارف يا مجدي، ما تنساش إن الحياة على الأرض دي هتخلص، يعني هتنتهي، مش هنقعد هنا على طول. زي مثلا لما الواحد، أدي لك مثل دلوقتي، لما الواحد بيسافر، مش عارف لو أنت مسافر دلوقتي. أنا مسافر رايح مصر. رايح مصر، أوكي. رايحين مسافرين مع أنهي شركة طيران؟ مسافرين مع لوفتانسا. اوكي جميل، لوفتانسا هتعملوا ترانزيت صح؟ لوفتانسا بتعمل ساعه ونص في فرانكفورت. اوكي هتنزلوا فرانكفورت، انت هدفك ايه؟ هدفك ان انت تنزل مصر مع العيله بتاعتك، مع اصحابك، تشوف قرايبك صح؟ صح. فالحياه بتاعتنا نفس الحكايه، الحياه دي مجرد فتره انتظار، ممكن نقعد فيها 5 دقايق، ممكن نعيش 10 سنين، ممكن نعيش 100 سنه، مش مهم، عشان الهدف بتاعنا ان احنا هنوصل الملكوت. اقنعتني، كان نفسي اسمع كلام ده من حد. ماشي، بس مش عايز حد تاني يلعب بإيمانك، وخليك ماسك في ربنا. ها ماشي يا استاذ. ازيك يا توني؟ ازيك يا مدام؟ مشكور ربنا. انت عامل ايه؟ مشكور ربنا. يلا بينا نصلي صلاه الغروب. ماشي يلا، بس قبل ما انسى يا ريت تفكروا اصحابكم كلكم بالمؤتمر بتاع بكره مع ابو لموس. اوكي ماشي يلا. سامحني يا ربي، سامحني، سامحني يا ربي، سامحني، سامحني. حبيبي النهارده يباركنا الاستاذ فادي وهيكلمنا عن موضوع الخلاص. اتفضل يا استاذ فادي. اشكرك يا ابانا، انا مبسوط جدا النهارده ان انا معاكم هنا في المكان المقدس. انا عايز احكي لكم النهارده عن الفداء وعن الخلاص. انتوا عارفين اللي دول من اجمل عطايا الله. انتوا عارفين إن ربنا هو اللي أنقذنا واللي هو أبونا. هحكي لكم قصة صغيرة أوي. كان مرة في شاب عزم صاحبه الغير مؤمن لرحلة صيد. راحوا يصطادوا سوا يعني. وهم في المركب مع أبوه طبعا حصلت عاصفة والموج كان عالي والمركب اتقلب. الأب كان في موقف صعب جدا، مش قادر ينقذ الاثنين. ينقذ مين؟ ينقذ ابنه ولا ينقذ صاحب ابنه؟ انتوا رأيكم ايه؟ هينقذ ابنه طبعا. الأب انقذ حياة صاحب ابنه. عارفين ليه؟ عشان ده من ان ابنه هيدخل الفردوس، لكن صاحب ابنه هو اللي كان هيهلك. هي الكاسة دي حصلت بجد؟ طبعا حصلت بجد. حبايبي عارفين القصة دي بتفكرنا بايه؟ بيفكرنا بربنا لما ارسل ابنه الوحيد الى العالم عشان يخلصنا. ايه رأيك؟ الحكاية دي حقيقية؟ انا عن نفسي مش مصدقة قوي. وانتي؟
وانا كمان مش مصدقه. مستحيل ان اب يسيب ابنه وينكس حياه صاحب ابنه. مالكم يا بنات، في حاجه عايزين تسالوها؟ القصه دي جميله جدا، بس احنا مش مصدقين ان الجنون حصل بجد. ازاي ما تشكوش؟ عارفين مين كان الاب ده؟ انا كنت الاب ده، وانا كنت صديق ابنه. كان ملم بكل حاجة، كل تفصيلة في حياته، كان مهم بجد عنده، راضي بيه في أسوأ حالاته، كان تملي بأي فرحة، هو دايما اللي بادي حب. ايه احساسك بربنا؟ ايه احساسك بربنا؟ ايه اللي تعرفه عنه؟ ايه اللي تعرفه عن صفاته؟ ايه مدى علاقة هذه الصفات بيك؟ الله موجود، ايه علاقتك بيه بوجوده؟ ايه قيمة ربنا في حياتك؟ وما زال ربنا بيسألك، انا ابقى ايه؟ انا ابقى ايه؟ في واحد يقول له انت يا رب، انا هقول لك انت ايه. انت الاب، الاب اللي كله حنان وعطف، ابويا الخصوصي، ابويا الخصوصي، مش الاب الجسدي. انت لي اب خصوصي، وانت يا رب الصديق، صديقي الخصوصي، وانت يا رب الحبيب، وانت يا رب الحبيب، وانت يا رب الحبيب، وانت يا رب الحبيب.